عاصمتنا الحبيبة تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في تنظيم أضخم الفعاليات الرياضية العالمية، لتقدم للرياضيين العالميين منصة مميزة لعرض مهاراتهم، وتدفع في ذات الوقت عجلة الاقتصاد المحلي بتنظيم فعاليات العودة إلى جزيرة النزال من UFC على جزيرة ياس. ويأتي تنظيم البطولة بعد أقل من 3 أشهر على ختام الدورة الأولى، ليسجل قطاع السياحة في أبوظبي بذلك إنجازا جديدا يؤكد على سيره بالاتجاه الصحيح نحو استئناف الأنشطة واستقبال الزوار في بيئة صحية وآمنة. نتابع. بعد نجاح أبوظبي في تنظيم فعاليات جزيرة النزال وتحقيقها نجاحا كبيرا على جميع المستويات في الوقت نفسه الذي كان العالم يلغي فيه معظم فعالياته، لذلك أصرت شركة UFC على التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لتنظيم فعالية أخرى، وهي العودة إلى جزيرة النزال وتطوير أفضل تجربة رياضية وسط إجراءات مبتكرة تعكس المسؤولية الكبيرة التي وضعتها أبوظبي لهذا الحدث الكبير. قامت أبوظبي بتوفير جميع الإمكانات من البنية التحتية المتطورة وصالات النزال ومرافق الفنادق والمطاعم وغيرها من المرافق عالمية الطراز، لتنطلق فعالية العودة إلى جزيرة النزال وسط أجواء رائعة ونزالات قوية، بما في ذلك ما سمي بنزال العام بين نور محمدوف ضد جايث جي، الشيء الذي يعد الجمهور بمتابعة نزالات حماسية تلبي تطلعاته. للنقاش أكثر حول تنظيم فعاليات العودة إلى جزيرة النزال من UFC، أرحب بضيفي سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي، ونقول يا هلا ويا مرحب. مرحبا بك أختي، حالك؟ بخير الحمد لله، طاب حالك، شخبارك؟ نورتنا. الحمد لله، منور بوجودكم. النور يعطيكم العافية. الله يعافيك. خبرنا إذا ممكن عن المزيد عن منافسات العودة إلى جزيرة النزال من UFC، وشو هي أبرز فعالياتها؟ طبعا جزيرة النزال نحن بديناها في شهر 7، قررنا أن نشتغل مع UFC في وقتها. رئيس UFC دينا وايد كان يدور على مكان يقدر يستضيف فيه فعاليات البطولة بطريقة آمنة في ظل جائحة كورونا. نعم. وما قدر يحصل في أمريكا ينظم فيها الفعاليات هذه، فعرف من الخبرة مع أبوظبي من 10 سنين قاعدين نشتغل مع بعض، أن ما في أي مكان في العالم يقدر يحقق هذا الحلم أن يستضيف فيه القتالات والنزالات هذه مالت UFC بطريقة آمنة إلا في أبوظبي. فالحمد لله حققنا نجاح كبير في شهر 7. كان عندنا اللي يسمونها بطولة نمبرد ايفنت بالنسبة للUFC، وثلاث ليالي نزال أيضا. بعد نجاح هذه البطولات قررنا أن نعيد ونكرر العودة إلى جزيرة النزال اللي حين نحن فيها، والحمد لله قدرنا أن نحطم بعض الأرقام بخصوص المشاهدات، بخصوص الكلام عن جزيرة النزال وأبو ظبي في التواصل الاجتماعي، ولسه المشوار في نصه تقريبا، يعني بننهي إن شاء الله العودة إلى جزيرة النزال بألعاب نارية مع نزال حبيب ضد جاستن جيجي في تاريخ 24/10. فكلنا متابعين هذا الحدث المهم في عالم الرياضات القتالية. أستاذ سعيد، كيف تقيم فعاليات نزالات العودة إلى جزيرة النزال؟ تقييمنا لنجاح هذه الفعاليات يأتي في شقين. الشق الأول اللي هو رسالة أبوظبي إلى العالم بجاهزية أبوظبي، باستعداداتها، بإمكانياتها التنظيمية لفعاليات كبرى عالمية في عالم الرياضة بأعلى المعايير، مش بس من ناحية الاستضافة، الفندقة، الأكل، بس معايير الصحة والسلامة. يعني نحن نقتدي
مثال قيادتنا الرشيدة، تعاملهم مع الجائحة من بدايتها، الجدية اللي وضعت في القتال هذا اللي نحن فيه مع الجائحة، نحن كملنا في هذا الخطى هذا المشوار، وراوينا العالم من ناحية تنظيمية أن أبو ظبي من أأمن وأفضل الأماكن لتنظيم رياضاتهم بأحسن المعايير. الشق الثاني يتطرق إلى الجمهور نفسه. في كثير من الناس اللي يمكن من عشاق اليو اف سي نفسه في روسيا، في البرازيل، في أمريكا، في دول أخرى أيضا، يمكن ما كانوا يعرفوا عن أبو ظبي أو سامعين عن أبو ظبي بس ما يعرفون أنها وجهة سياحية. فهذه الرسالة أيضا إلى زوارنا في المستقبل، أن أبو ظبي فيها كل معايير الأمن والسلامة، فيها أحسن الفنادق، فيها أحسن المنشآت السياحية. فبالنسبة لنا تقييمنا هو الكلام اللي يتكلمون عنه الرياضيين اللي يجون هني، أيضا الناس اللي قاعدة تشوف المباريات وتتكلم عن أبو ظبي بطريقة إيجابية من الأشياء اللي شافوها فيه. نعم، إنجاز كبير لأبو ظبي ولدولة الإمارات، وضعها على خريطة السياحة العالمية. والحين معنا اتصال هاتفي مع الملاكم علي القيصي. يا هلا ومرحب. أهلا. يا هلا بأستاذ علي، شخبارك؟ أهلا فيكي. والله الحمد لله بخير، الله يحفظك. الحمد لله. أستاذ علي، شو تعليقك على أدائك أمام الأمريكي توني كيلي في مباراة البانتم ويت؟ والله الحمد لله، يعني كان زي ما الجميع شاهد المباراة كان أداء ممتاز، واتبعنا تقريبا الخطة اللي كانت موجودة، وزي ما الجميع يعني شاف إنه كان في نتيجة غريبة بعد المباراة ما كانت لصالحنا، بس دائما بنحكي الحمد لله على كل إشي والخير بالجايات، بس نفس الوقت قدمنا أداء كان مشرف للعرب وللأردن والحمد لله. بالفعل كان فايت من أقوى الفايتات الموجودة بالإيفنت صراحة. نعم أستاذ علي، وشو رأيك بمنافسات بطولة العودة إلى جزيرة النزال في أبوظبي؟ والله إحنا بنشكر أول إشي الإمارات وأبوظبي خاصة بنمشي على هذا التنظيم الرائع وعلى الأمان اللي كان موجود بالجزيرة القتال وعلى كل إشي كان متوفر للمقاتلين. يعني أنا القتال قبل هذا كان موجود بلاس فيغاس والقتال الثاني كان موجود بجزيرة القتال، ف جدا جدا جزيرة القتال مختلفة وبطريقة بروفيشنال أكثر، وبنفس الوقت كانت منظمة، ويعني الأمور اللي كانت موجودة بالجزيرة ما كانت موجودة بلاس فيغاس. نعم أكيد طبعا خلقت ذكريات في هذه المدينة وفي هذه المنافسة، شو أكثر شيء اللي تذكره من هذه المنافسة ومن هذه الاستضافة في مدينة أبو ظبي؟ يعني أكيد يعني الجو كان رائع مناسب للعب وللتمرين، والناس الطيبين اللي قابلناهم الإماراتية ما قصروا معانا والحمد لله كانت ليلة جميلة. يعني الملاكم علي القيسي، شكرا لمداخلتك وعودة لضيفنا أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، مثل ما نشوف أن هذه التجربة كانت مميزة بالنسبة للطرفين، يعني حتى المشاركين والمنافسين الملاكمين اللي كانوا موجودين في هذه المنافسة أيضا استمتعوا بهذه التجربة، فكيف نقول أن شو المميز في المنافسات أو الفعاليات القادمة؟ الشيء المميز أظن اللي نحن نحس فيه في جزيرة النزال نفسها، من تقريبا 7 أشهر إلى 8 أشهر من حياتنا نحن قاعدين في بيوتنا، طلعنا خايفين
ما حد يبغى يلمس شيء، اذا لمس شيء يغسل ايده ما يلمس. المكان الوحيد اللي نحس ان فينا يعني نسوي اللي نبغاه ونحن مرتاحين. وصح ان احنا كل التدابير الاحترازيه بعدنا نطبقها، بس بطريقه ما فيها الوسوسه اللي موجوده يوم يوم نطلع. فاظن يعني التجربه هذه بالنسبه للمتبارين نفسهم، الخصوصين اللي جايين من بلاد فيها مثلا الموجه الثانيه بدات وفي تخوف من موضوع كوفيد، اظن هذه يعني الذكرى الخالده في ذهوننا كلنا ان نحن عايشين في امن مكان في العالم في ظل جائحه كورونا. صحيح. فاظن هذا يعني يطغى على اي تجربه ثانيه اللي نحن مرينا فيها خلال هذه الجزيره، جزيره النزال. ومثل ما قلت استاذ سعيد ان ابو ظبي استطاعت في الوقت اللي لغى فيه العالم معظم فعالياته في اثبات مكانتها الرياديه وتنظيم مثل هذه الاحداث الكبيره، وطبعا كان في صعوبات وعقبات. شو كان اكثرها تحدي؟ اظن اكبر تحدي كان خلق هذه السيف زون او المنطقه الامنه. نعم. بحيث ان نحن نقدر نكمل الاشغال اللوجستيه مثل توصيل الاكل. نحن عندنا تقريبا 2500 شخص داخل المنطقه الامنه لازم ياكلون، موجودين هني بعض منهم 7 أسابيع. فالصعوبة أن نحن نتمكن من المنطقة الآمنة ونضمن سلامة كل حد فيها تي في الأمور هذه اللوجستية، كيف ندخل أكل ونتأكد أنه خلوه من أي فيروس كوفيد مثلا. كيف نقدر نحن ندخل المعدات اللي نحتاجها، الأمور الطبية اللي نحتاجها، إذا كان في مثلاً مقاتل يحتاج أنه يروح للمستشفى بعد النزال اللي خاضه، كيف نحن نقدر نوصله للمستشفى؟ هل نستخدم الإسعاف اللي داخل المنطقة الآمنة؟ إذا طلعوا خلاص ما يرمون يدشون، هل ندخل حد من برع في بعد مخاطر في الموضوع؟ فكل الأمور هذه هي صعوبتها، كيف نحن نقدر نضمن سلامة جميع المتواجدين وخلو المنطقة الآمنة من الفيروس. أظن هذا كان أصعب تحدي بالنسبة لنا، بس الحمد لله أثبتنا جدارة الفريق، يعني فريق العمل يشكر، مع جهود من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص أيضا جعلنا أن نوصل للمرحلة اللي نحن نقدر نقول كان نجاح مدهش أن قعدنا وسوينا بعد ما. في نهاية حديثنا نقدم كل الشكر لك أستاذ سعيد راشد السعيد، شرفتنا اليوم في استوديو الظفرة. شرف لنا، ويعطيكم ألف عافية ومجهوداتكم دائما تشكر.